5 مليون اخ واخت. قبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده عايزك تنزل تعمل لايك للفيديو قبل اي حاجه وعمل سبسكرايب للقناه لو مش موجوده عندنا. وقبل ما نبدا الفيديو مليون مشترك، مليون اخ واخت، مليون اخ واخت. ازيكم يا جدع؟ ازيك؟ النهارده اليوتيوب كلمني قال لي انت وصلت 5 مليون مشترك، تعال ما نحتفل بيه. فالنهارده من باذن الله بس يا عم مش بكلمك، مش هكلمك عشان انا عارف يا بابا. سيب الحبل عندي، سيب الحبل. انا انت في بتاع النهارده مش هتعمل لك الفيديو سبسكرايب للقناه انت مش موجود عندنا عشان احنا اضطرينا على وقت ال 10 مليون مشترك. اول حاجه احنا هنعملها المفروض في الفلوج بتاع النهارده ان احنا ناخد رحله في النيل، بعد كده المفروض ان في ايفنت كبير. فبصوا النهارده اليوم دمار دمار. نفسي اكل والله، جعان ما اكلتش. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم، انت بتزعق. طب مش عامل سنين قلت واحد من فانزاتي عايز يقول فا معانا دلوقتي واحد من الفانز بتاعي، واحد يعني مش عارف كده حبيبي عايز يقول واحد. والله يعني طول عمري بعمل سبسكرايب ولايكات واشتراك في القناه. من ايام ما كنت كام؟ 200,000. من ايام ما كان 200,000 انت كنت 3 مليون وقتها، دلوقتي انت كام؟ دلوقتي مش عارف 12 مليون. ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. بس يعني متابعين الراجل ده يا عم جاي لك في الطريق ان شاء الله. يا شباب ما تحسب يا عم، فين تحسب يا عم؟ اخويا الباسم قلت انا صاحبي، انت راجل مجتهد ومحترم والف مبروك على 5 مليون يا اسطى. لا ما اشوفك كده الايفنت الجاي. مرحبا يا ام الدنيا. لا لا الايفنت جاي ايه ده، ما فيش السنه دي ان شاء الله تبقى 10 مليون. هنحضر بس الكلام اللي ورا ده، هو تشوفهم دول قوي ونرجع تاني. يلا بينا. فيها ذره اكسجين زياده، فخلوق هيحاول يحط لنا شويه من ده هنا. ورينا هيحصل ايه يا خلوق. 3 2 1 حط شويه، حط شويه. بس 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 فشلت. لا لا لا، هو لا دي فاشله خالص. ايه ده؟ انا حبيت اعمل ده عشان اوريكم ان انا ساعات بفشل في التجارب، ما بتطلعش بالمنظر اللي احنا عايزينه. فبنعمل ريسيرش بتاعنا وباضافه بسيطه. لو تديله هو نفسي ده كده. ايوه امسك، مش معاك جوانتي. مش معاك جوانتي، امسك. ما تخافش، هو مش بالدرجه دي يعني، بس ماشي عشان السيفتي وعشان الكاميرات اللي بتصور. سخنه جدا في لسه حاجه كانت بتغلي، فدايما بتفشل معانا، ما بتطلعناش الحاجه اللي احنا عايزينها. لو شفت المنظر بتاع الانترنت مش هتميز، اي حد ممكن يعملها في البيت. لكن علشان اتميز لازم بيكون عندنا حاجه في شارع العلوم بس احنا اللي بنعرف نعملها. بس انا 3 2 1 هتحط هنا. اوكي 3 2 اه كله 3 2 سقف العمر قبل ما يعملها. سقف كده. انت عملت تجربه ليها علاقه بشارع العلوم وعملت معجون سنان الفيل السخن اللي ما انا ما قلتلكش تلمسه، ما قلتلكش تعمل اي حاجه. بصوا يا جماعه، ده هيكل توينز. ماشي هنعمل ايه بكره؟ نسيبك من بكره، انا بقى اول واحد قابلته في ايفنت من 5 سنين تقريبا روميو. بكره بقى هنتقابل احنا وروميو. النهارده انتوا فاكرين اول ايفنت كنا كام؟ انا كنت 200,000، انت كنت 600,000، احنا كنا 7 بنات، انت كنت 2 مليون، 7 بنات. انت دلوقتي كام مليون يا هيكل؟ لا دلوقتي انا على باب الله، انا 5 مليون ونص. لا ده انا هجيبك اهو يا جدع، انا سوري نص واجيبك. اه حبيبي يا جدع، احنا الثلاثة نص 10 مليون كده. لا ده خلاص، ده تفتح ويوسف، ده تفتح ويوسف. احنا ركبنا واحنا ليه باين ان احنا في نايت كلاب يا جدعان؟ احنا مش في نايت كلاب حاليا. اقسم بالله ايفنت يوتيوب عادي. الليزر على فكره لو عملنا ايه ده كده اهو. اه كده يا ولاد الايه بتوع اليوتيوب، بيرموا اللحمة، بيرموا اللحمة. اعمل ايه؟ وانا بيقعدوا يرموني بالطوب في الزبالة، بيقعدوا يرموني بالشغط والعظم ويقعدوا يبطحوني. حاجة ايه اللي اتقدم وانا باكل ايه؟ بيجو اللي جه الحفلة متأخر اهو وعربيته قدر. معلش الساعة 6 ونص، انا جاي 11 والحفلة بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ احكي. عربيتي عطلت بسبب واحدة نجسة. نجسة عمال بصيت لها في اليوم دعوت واحدة نجسة. اه والله العظيم جيب اهوت برضه جاي نفس النظام. روح استحمى يا حجة حجة حجة. أعلم بحال الناس يا رب.
رب انت عالم بالغلبه اللي زي رب حدير مني بكس سكر وزيت زيت وانا ماشي. قلت يا جماعه انا معايا شمروخ هنا انا مدخله اصلا خباسه يعني معايا شمروخ ومفروض انا عايز افرقعه مش عارف اعمل ايه. ايه الحوار اللي انت هتعمل ايه؟ انت تقف كده لوحدك كان الناس مش عارفه انت هتعمل ايه اكيد مش عارفه وراك ايه. هتقول لهم يا جماعه انا عندي لكم مفاجاه. طب الوقت انا هتحبس هتحبس 5 مليون هتحبس هتحبس كده ماشي. فجاه بتقوم جاي جيب كاميرا كده هات الكاميرا كده انا بقى لوحدي بقى الكاميرا ايه مسكه حزينه بقى لا ايه نوم محبوسين الامن مخرجنا بره والايفنت يطلع بعدين. والله ده الرائد علي غزلان بعدين حنعمل منطقه ليه والله انا هجرب حصل اي حاجه والله نزلنا في حصل لك اي حاجه يا جماعه انا ماليش دعوه بس انا بقول لكم والله بجد فاكت يعني. طيب اي حد نفسه في اي حاجه ما بيحققش. الف مبروك اخويا حمود ده على 5 مليون يابا اللي انت وصلت له. سيف يا جماعه حبيب حمود عم الكوكب ترند اليوتيوب رقم واحد. اللي ترند اليوتيوب انت رقم واحد وده شهر ده بقى رقم واحد بقى في اليوتيوب هو ده الجماعه. وعدي يا جماعه محتوى كروي اي حد نفسه يلعب كره نفسه يحترف يعني الاهلي يعني الزمالك يعني ريال مدريد يعني برشلونه يعني يا عم بالعقل المصري بيعلقش ده المفروض ان هو بيعلم الناس يعني يوصلهم لليفربول هو نفسه وصلها صح هو ما وصلش اصلا ليفربول ان شاء الله يوصل كلنا نوصل. الف مبروك يا حموده عقبال 10 مليون يابا ان شاء الله. ده انا ما كنتش عايش يا جدعان الناس بتاكل لحم وانا عمال في الزباله باكل بيبيه. عارفه يا جدعان اللي هيشوف من بعيد هيقول ان احنا قاعدين في بار بس هو والله حفله يوتيوب بعدين عارف ليش شايل همه ايه؟ ليش شايل همه ازاي هرب؟ ده اللي هيبقى وجع دماغ. جامد شكرا والله استاذ ياسمين ثانك يو. السلام نور قطع اقسم بالله نور قطع. استنى كده بص 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 يعني المفروض ان احنا بايتين في بلاي ستيشن لحد الصبح. بص 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 هذا مسكون ده ولا ايه؟ عارف في الحاجات دي كلها ان انت لما بتكون انت والله نفسك في حاجه وحاطط قدامك هدف سبحان الله بتوصله. خد يا معلم هو انت ليه ما بتنزلش فيديوهات؟ بس سبحان الله والله يا عم انا حاسس كده ان والله بجد احساس يعني حاسس ان ربنا ايه هيكرمني. ليه بقى؟ لان الواحد ما بيأذيش حد فاهم والواحد برضه ما بيجيش على حد في يوم من الايام انت واخد بالك. وسبحان الله برضه يا اخي يعني الواحد عمره ما طلب حاجه من ربنا الا ما ربنا ايه حقق له اللي هو عايزه. يعني مثلا النهارده انا بتمنى ان ربنا يجيب لي 10 مليون مشترك والله انا عارف ان متاكد ان ربنا يعني هيقف معايا في الموضوع ده باذن الله. اكمل لك بقى حصل هناك في ايه في الايفنت. حصل يا ابني حوارات في الايفنت وبص كان معايا شمروخ وما كنتش عارف اضربه هناك. والله والناس اتلمت عليا بقى وقال لك بقى ما ينفعش تشغل شماريخ هناك الناس كلها اتلمت عليا. بتعالى كمل اكمل لك احنا عشان بس بقول لك هاتيني الفيديو. بشكر كل واحد عمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه كومنت اي واحد شجع لي بكلمه حلوه شجع لي بكلمه وحشه عشان احسن من نفسي. لو انت مش عندك انستجرام انزل دلوقتي تعالى على الانستجرام يعني بتشرف بيك اتشرف برد على كل الناس والله حتى لو واحد دخل يشتمني هو مش هتمه لا بشتمه عادي. شكرا لكم يا جماعه شكرا لكل اخ وكل اخت والله العظيم يا جماعه مش عارف اشكركم ازاي. ان شاء الله يا جماعه باذن الله رجعه قويه باذن الله ولاعه زعل الحاقدين هير